نعم، المستشار الدكتور حنفي دبالي رئيس مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق الذي توفي صباح اليوم. كما نعى مجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي الكاتب الصحفي، متوجها بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية. في غضون ذلك نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قائلة أنه أحد رواد الصحافة المصرية الذي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن. ونعت ببالغ الحزن والأسى وزارة الداخلية أيضا الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار السابق وأحد أعلام الفكر والصحافة المصرية الوطنية. من جانبها نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق الذي يعد أحد رموز الصحافة المصرية والذين قدموا صحافة مهنية متميزة أسهمت بقوة في تشكيل وعي المواطن.